الاستضافه غادي نعطيوه للسيد محمد الخريف رئيس جماعه الهرهوره اللي كنشكره كذلك على كل الجهود ديالو. تفضل سي الخريف ويسلم سيت فوا pour سي محمد الخريف président de la commune de Harhora et Remi par monsieur Mjahed Abdelwahid Mjahed directeur du festival Cinéplash. بالنسبة لي أنا يعني نعيما نشكر أنه قبل مجهود كبير باش يدير هذا المهرجان، وباش تعرفوا بأن المهرجان ست شهور هو في الإعداد ديالو جاب 15 يوم حل لي جميع المشاكل. شكرا سي الخريف. واحد الناس قبل ما نعطي الكلمة للسيد الرئيس، واحد الناس هنا لا شفتوا ما كاين حتى شي مشكل في لاباج ديال سيد العارف، لا من ناحيه ديال الجمعيه المنظمه اللي كاينه في المهرجان اللي هي اللي قايمه على النظافه ديال شاطئ سيد العابد، وكذلك كتشوفوا رجال السلطه الدرك الملكي والقوات المساعده اللي موجودين اكثر من الجمهور باش ان المسائل تمشي بنظام وانتظام. شكرا رجال الدرك وشكرا القوات المساعده على المجهودات ديالهم. السيد الرئيس الحرفية ديالك في التنظيم وما مخرج فنان، هذا هو اللي كنقولو. كما أشكر السلطات المحلية والدرك الملكي والوقاية المدنية الذين ساهموا في إنجاح هذا المهرجان وجميع المنظمين، وأشكر الحضور الكريم وكل من أتانا إلى شاطئ سيد العابد من أجل الفرح معنا بهذا العرس السينمائي، وشكرا. بغيتكم تسبقوا عليه بزاف، الله يخليكم. شكرا لكم.